الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. ها نحن بوادي زبيد وهذه ما شاء الله المواشي، هذه الجمال، هذه الإبل، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك إن شاء الله. نحن أتينا من المخيم سياحة إلى الوادي، وجدنا هذه الإبل، قلنا بنعمل لها صورة تذكارية. طبعا منظر جميل، انظروا، وهنا الوادي. يلا على المحلب يا طيب، على المحلب. بارك الله فيك. اليوم 11، اليوم الأربعاء 2021، قمنا بزيارة تفقدية مع سلمان من أول المشروع إلى سيلة الفرج. تصوير اليوم رائع جدا بتلفون سلمان، طلعنا فوق الشبك وصورنا المسار كامل. كنا نتمنى أن يبقى سلمان معنا لكنه قال اليوم سيذهب، سيعود إلى البيت، إلى البلاد.